شوفها هي شاتلي روحت انتهت ليك هذه مكلفه شي 4 دولار ليك ها هذا ما حرام ما إن حطت العاصفة هبة رحالها في لبنان حتى حلت معها الويلات على العكاريين. صحيح أنها ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها أهالي عكار عواصف قطبية، ولكنها المرة الأولى التي يستقبلونها بلا كهرباء ولا مازوت ولا اشتراكات خاصة، نظرا للأوضاع التي بات الجميع على دراية بها. أنا زرع كوسة مبدئيا، كوسة ولوبيا وزرع شوية خيار، كلهم راحوا انتهوا. أولى نتائج العاصفة تجلت في المناطق الجبلية في عكار، حيث قضى الجليد والصقيع على موسم الكوسة والخيار في البيوت البلاستيكية، وهي المواسم التي يتكل عليها المزارعون للتعويض عن هبوط أسعارها في الصيف. كل مزارع أنه منتقل على الله بالسماء وعلى الأرض هون على موسم الشتوى. موسم الشتوى بيكون موسم منيح. هذا الموسم زرعناه وحوشنا من الدحوشة والتانية وانتهى الوضع. من المتوقع أيضا أن تشهد هذه المناطق تساقطا كثيفا للثلوج وانخفاضا حادا في درجات الحرارة، ما يعني تلف مواسم البيوت البلاستيكية وتكبد المزارعين خسائر إضافية، بالرغم من لجوئهم إلى الوسائل البدائية في الري والتدفئة التي لم تنفع مع العاصفة هبة. تسرح المي هون نسحب منه على البركة لفوق مندور نوفير. هالمرة عنه المازوت تعرف انت نور، البنزين نور، كهرباء ما في. ولا في موضوع تاني انه جيب تنك وحط فيها انشارة وما انشارة وشعلة انه بتعطي دخني بقلب المشروع وكذا الاخري. هذه ما اشتغلت معناه. حولنا كتير بالامر هيك وما اشتغلت معناه. لعط في مي والتنك ما اشتغلت. ثاني يوم بجينا بكير الصبح لأن الموسم منتهى. غلاء المواد الأولية من سماد وبذور وأيدي عاملة جعل الخسارة تتضاعف على مزارعي عكر. يعني نحن حاطين دم قلبنا، يعني حاطين نيلو، حاطين بذور، كله على الدولار، الخيط على الدولار، النيلو على الدولار، البذر على الدولار، إجرة العمال نور، يعني بكلف الشكل بتكلف كتير. صارنا 4 شهور ونص ناطرين هالموسم، ناطرين الله وهالموسم، يعني ما لحق طلع الشتل وحوشنا تحويشتين، تالت تحويشي جينا الصبح حيا الليل كل الليل نحن ناطرين على أساس ما في مليح، جينا الصبح لقينا الشجر جليد ذبح ودبح، يعني في عيال بدها تعيش وعمال صار لهم معنا شي 20 مليون العمال، وبتعرف انت البذر نور وكله على الدولار. هذه الورقة يا أخي بس تموت لك كيفية يبسي مثل كأنك حوطتها بالفريزر روي حديد، وهذا الطربوش لك تفرج، ها هي الكوسي لك يا حروم ميتي، ها شفتي، ها لك هي خلص انتهيت. يلجأ الأهالي إلى الله ويتضرعون إليه بالدعاء أن يعوضهم عن الخسائر الكبيرة، لعلمهم يقينا أن مناشدة المسؤولين لا تسمن ولا تغني من جوع. بلدنا معروفة بطيخة مستوية وانتهت، أنا بقول انتهت، عارف كيف؟ لمين بدي أحكي؟ ما أطلب من حدا، أنا بطلب من اللي خلق، خلق البشر كله سوا، عارف كيف؟ بطلب من الله ما بطلب من حدا. عاصفة ثلجية تحل ضيفا قارسا على سكان عكار المنهكين بتأثيرات أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخهم، والتي يعانون في ظلها من صعوبة تأمين تكاليف أبسط مقومات الحياة، وعلى رأسها تكاليف التدفئة الضرورية، فهل من يسمع أو يرى؟